طبعا علشان نعرف الاميون ديفيشنسي لازم نعرف ربنا سبحانه وتعالى جاعل للانسان حوائط صبر. حوائط صبر ديت لازم نبقى عارفين هي ايه علشان نعرف نتعامل معاها ونتعامل مع الامراض. مش كل حاجه بتخش جسم الانسان بتعدي كده، لازم تعدي على حوائط الصبر. حوائط الصبر هو الاميون سيستم. الاميون سيستم له مكونات، المكونات ديت بتبدا من اول التي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت ديت اظن ان هي يعني اهم حائط صد للاورجانيزم اللي هي بتخش جسم الانسان، وهنيجي نشوف اهميتها بعد شويه. التي سيل بتاعت زي ناس زي الايدز، واحنا عندنا في المنصوره بالذات ترانسبلانت، من اول الكدني ترانسبلانت الليبر ترانسبلانت البون مارو ترانسبلانت، احنا الحاجات دي بتتم في المنصوره. وانت كطبيب صقري لازم تبقى اوير بالحاجات دي، لان هي العيانين دوما انت تتعامل معاهم كل يوم، وهنوريكم مثال بعد شويه. الليمفوم الناس اللي بيدك هي اون دايسيس ان دايسيس ده برضه بيحصل بيحسس حاجه الميون سيستم سبيشالي التيليمفوسايت. تاني حاجه البي سيل، بي سيل ديفكت، احنا عندنا البي سيل بتطلع ايه؟ بيطلع ايه؟ هيموجلوبين. الهيموجلوبين ديت هي عباره عن بروتكتيف، اهم بروتكتيف ايجنت اجينست البكتيريا العاديه. انما البي سيل اجينست التي بي والفيروسز والفنجاي ونوموسيس. بقى لنا الايتم الثالث الكومبلمنت. كومبلمنت ده يعني هو ايه؟ عباره عن الاورجنايزر من الاميون سيستم، هو الكومبلمنت. ثالث حاجه الكرونيك جرادوما تصلاح بالديزيز ديت سيكتور لوحده كده ويتحط كاتيجوري، لان هو ده مش الاي مش التارجت بتاعنا النهارده. وبعد كده النيتروفيل ديس اوردرز، هنيجي نشوف التي سيل انسفيشنسي. الكاتيجوريز طبعا التي سيل ديت هي سبيشالي، احنا عندنا تو تايبس اوف تي سيل، التي 4 والتي 8. تي 8 دي سايتوتوكسيك سيل، دي اللي بتموت الخلايا اللي هي الايه؟ ديفورمد سيل، انفكتد سيل، داينج سيل، كل الديفورمد سيل في الجسم والمالجنت سيل بتاكلها سايتوتوكسيك سيل. يتبقى لنا ايه؟ سي دي 4. تي سي دي 4 بنسميها لها اسم حلو قوي، تي هيلبر المساعده. تي هيلبر منها تي اتش 1. تي اتش 1 دي هي عباره عن ايه؟ اللي بتطلع لنا الزبد بتاعت اللي هي الايه؟ اللي بتموت لي التي بي باسيلاي، الانترفيرون جاما، والايه؟ الانترفيرون جاما والاذر ميديتورز زي اي اي 2. ديت بروتكتيف اجينست المايكرو بكتيريا والفيروسز. اتبقى لنا بقى الحاجات الثانيه دي هنعدي عليها علشان ايه؟ طيب الباثوجينز اللي بتيجي مع التي سيل ديفكت سي دي 4 ديفكت اللي هي ايه؟ اللي هي اول حاجه المايكرو بكتيريا، ثاني حاجه الفيروس، ثالث حاجه انتراسيلولار فانجل انفكشن، وبعد كده النوموسيسس اللي هي اتصنفت حاليا بقى فانجس مع الدمن الفنجاي. طيب هنيجي نشوف المثال الاشهر على مستوى العالم اللي هو الاتش اي بي. اتش اي بي 70% من حالاته موجوده في افريقيا واسيا، خلاص، وده بيأفكت السي دي 4 سيلز، خلاص، فبالتالي يبقى لايبل فور فيروسز اند تيبي، خلاص. كانت جت ايرا في سنه 92 وكانت ابيديميك، واحنا كنا بصراحه كنا مرعوبين جدا، وكنا كل منظار يقعد يحلل العيان ونعمل، وبعد كده الحمد لله يعني قلت الى حد ما مع نمو الاخلاقيات بتاع الناس، مش كده؟ بتاع الاسر دي قال لي قال لي ايه؟ بيقل على مستوى العالم، انما هنا هو الديتكشن لا هو ماشي معاك. طيب عشان نفهم اللي بيحصل ايه في التي بي جرانيولوما، نعرف من اول ما تي بي بس اللايف بتوصل للالفيبار،
عندنا 10% بس من الكيلو بس اللاي اللي هي بتخش جسم الانسان بتوصل الفلاي. 90% برضه فين؟ بيبقى اتاتشد للنيوكوسيل الاسكليتور والعجين بيروحوا يطلعوا مره تاني يرجع تاني. طيب اللي بتوصل الالفيولاي بتبقى انجلفد ويز الفيولار ماكروفاج. احنا عندنا الالفيولار ماكروفاج ديت خليه قبضات. قبضيه يعني ايه؟ يعني ماشي اس كده جوه الالفيولاي دخل الجلفد الباسيلس جوه الفاكهه. طب هتاكلها هتتحشر في زر مش هتعرف تموتها. هتعمل ايه؟ تطلع بروتوليتيك انزايم وتطلع انتر جلوكنز اسمه الشليل زي ما احنا قلنا من شويه التيومر ريبورس فاكتور وجمع انترفيرون. البروتوليتيك انزايم ده آمنة ان هي تسيحها ما بتسيحهاش ولكن هتبقى ريفليكت عليها بعد شويه. طيب دخلت الالفر التيموس اللاي جوه الالفر ماكروفيج يبقى في تيومر كروس فاكتور ده اللي طلع من الالفر ماكروفيج والجوا انترفيرون اتراه خليه ثانيه عشان تساعد الخليه الكبيره اللي احداثها في تمويل ايه؟ الباسيلوس اللي هي التي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت تيجي تعمل ايه؟ تعمل كردون حوالين ايه؟ المعركه اللي حصلت. تعمل خليه جنب خليه كده فتترص جنب بعضها. طيب ما قدرتش تحد المعركه تقوم تجيب حواليها شويه ايه؟ رمل حواليها كده اللي هو الكولاجين او الفايبرين زون حوالين الايه؟ التي ليمفوسايت. اتكونت ايه؟ الجرانيولوم. وعلشان الجرانيولوم ما تتكون يبقى ديت الباثوجينيسيس اللي حصلت دخلت الميكوباكتيريوم تبركلوزس خليتها الماكروفيج. طيب في حاجه وانا بقرا في الموضوع ده من زمان قوي قال لك ايه؟ قال لك الالفر ماكروفيج خليه مدوره. طب هي عرفت ان لما تتمط كده تقوم تعمل ايه؟ ديفنس اجينست انفيدنج باسيلاي تانيه خلاص بيسموها ايبيثيليويد سيلز. طيب حصل ايه كمان؟ هي نفسها بتتحد مع خليه تانيه الفا ماكروفاج تانيه تعمل لك مالتي نيوكلياتيك جاينت سيل برضه من وسائل الدفاع اللي هي وبالتالي يحصل لك ايه؟ يحصل لك الجرانيولوما بتتكون من الديسيلويد من الماكروفاج وتتغير شكلها من الديسيلويد سيل وتتحد مع غيرها مالتي نيوكلياتيك جاينت سيل. وعلشان تلاقي الباسيلوس اللي هي بتتغذى على مكونات الماكروفاج فتقوم فرضيه البروتولوجيك انزايم من جواها تبقى خليه مجوفه بنسميها هومي سيل ما تقدرش الباسيلوس تكتر جواها ولا تضاي. ماشي الكلام؟ يبقى احنا ايه؟ فهمنا؟ وحواليها بقى حاليا حواليها ليجر من الليمفوسايت وي سراوندد ويز كولاجين او فايبرينوجين حواليها علشان سترينث اللي هو الالفلر ماكروفيج اسم جرانيولوما. التي بي جرانيولوما ده السنتر بتاعها دي المعركه فيها الفلر ماكروفيج جواها جواها الباسيلوس حصل فيها اندماج لخليتين مع بعض تغيير للشكل فضت محتواها اتحولت حواليها لفت حواليها التي ليمفوسايت واتبقى لنا ايه؟ المعركه دي كده مش مريحه للموضوع فتقوم البروتولوجيك انزايم اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه تعمل لك ايه؟ تسييع للكولاجين او الفايبرينوجين اللي حواليها تقوم مفرقعه الجرانيولوما تقوم المحتوى الكونتنت ده يطلع بره فيها فايدتين ان هو تستهلك بالمعركه ديت ولكنه بيعمل مور سبريد بروكوجينيك سبريد لي اذر بيرسون اند ذا سيم بيرسون. طيب التيلر مسات كمان بقى بتطلع لك اي ال 2 اي ال 2 وانترفيرون جاما زي اللي طلع منين؟ من الالتر ماكروفاج. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ مور اكتيفيشن للماكروفاج وبيزود ايه؟ بيزود عدد النمبر عدد العدد بتاع التيلوبوسايت يعني زي اكتيفيشن الماكروفاج وبيعمل كولونال اكسبانشن للتيلوبوسايت. طيب لو ما فيش الكاونت بتاع 64 مش كافي للموضوع عشان يعمل لك الموضوع ده هو زي محلات الاميونو سبريس فبالتالي الجرانيولوما بتبقى انكمبليت وبالتالي بتبقى ايه؟
احنا عندنا ايتم واحد مهم قوي فايل اللي هو الايتم دول او التيومر ريتروسبكتور والجاما ريتروسبكتور. الثلاثه دول بيعمل لك اورجنايز جرانيولوما يعني تبقى فيت قوي يعني عشان يعمل ليميتيشن للسبريد بتاع التيومر سلاي. بيعمل ايه؟ بيعمل كلب والريدوس اوف جروس اوف التيومر سلاي. وتاني حاجه مهمه قوي بيعمل بيقلل الموفمنت بتاع الماكروفاج اللي جواها ايه؟ باسيلار، وبالتالي بيقلل الموضوع. في النور سبريست بيشن بيبقى ناك اورجانيز جرانيولوما، تبقى جرانيولوما هايفه قوي ضعيفه قوي، فبالتالي بتكون لما تيجي تدور على الاكس راي مش هتلاقي الجرانيولوما كبيره بتاعت النورمال بيرسون، لا هتلاقي فيه دورتس او انفلتريشن ومختلف تماما عن العيان الابنون كومبلي. الحته بتاعت دي بتاعت ايه؟ انهبيشن اوف سبريد اوف انفلتد ماكروفيش، ده الحته دي مهمه قوي لان هو ده السر في ان هو بيعمل الميليري توبركولوز. يعني الانفوكايز بتعمل الحاجتين دول، انما لو الماكروفيج اللي ما تقدرش تمرق الانفرا سيلولار باسيلاي بيكون انفكشوس سين اللي هي تعمل لك ميلر سبريك في اي حته في الجسم بما فيها الله. طيب لسه حته مهمه قوي السيل بتجيب اميونيتي في الايه؟ في الميلو سبريس. احنا عندنا تيموسايتين مسؤول عن السيل بتجيب اميونيتي، فبالتالي لما ما يبقاش العدد كافي لما تعمل بعد كده توبركلينتس هتلاقي ايه؟ ويك توبركلينتس 5 مللي في اقل، فبالتالي احنا هنعتمد على الايه؟ على ال 5 مللي كت اوف بتوين نورمال وانفكتد. طيب احنا نشوف الدياجنوزس اوف توبركلوزس ان اميونوسوبرس بتعتمد على اربع حاجات زي العين العادي كلينيكال بيكشر. هل في اختلاف؟ في اختلاف بسيط قوي. والراديولوجي في اختلاف؟ في الاميونولوجي هل عينه في اختلاف؟ الميكروبيولوجي هل في اختلاف؟ هنشوف بعد شويه. الكلينيكال بيكشر في اميونوسوبرس ذا سيم اف ذا سي دي 4 كامل فور ذان 350 في 2 مللي. يعني الكات اوف بتاعتنا لو اقل عن 350 هيبقى زي النورمال بيرس خالص، والراديولوجي والكلينيكال وكل حاجه هتبقى زي. طيب احنا عندنا السيمتومز مش هتختلف خالص، الفيبر ولا فيبر ولا سكيت وكافكس اكسكريشن وهيموبسس وما اعرفش ازاي. طيب هل العيان بتاعته توبركلوزس في كافيتيشن؟ في كافيتيشن قليل جدا انك تلاقي في الاميونوسفرز في كافيتيشن. طيب السيمبتومز السيستميك سيمبتومز هي مور بروميننت عن الشيست سيمبتوم زي الهاي فيفر زي الاكيلو انفكشن عادي. واحنا هنقرا بحثات في الاخر خالص هوريكم حاله جالنا كده ترانسبلانتيشن هوريكم البرزنتيشن بتاعتها شكلها ايه. ويت لوس مانثلي كل الحاجات دي زي التوبركلوزيس العادي ولكنها مور ايفيدنت. الريسبيرتور سيمبتومز زي الكافكس اكسبريشن والموبسس قليله خالص عن الايه؟ عن الاكسترا بالمونري توبركلوزيس مور ايفيدنت عن الناس اللي بيعملوا كوم. طيب بارينكيمال كافيتيشن از ليس ذان الميونو كوم. طيب هنبص على ده النون اميونو سبريس، هتلاقي في كونسوليديشن، هتلاقي في انتنس انفلتريشن، وهتلاقي في كافيتيشن باي لاترال. ده النورمال اللي هو النون ده تيكن ترانسبلانتيشن. انا شفت العاده شخصيا وكان بايلاتر انفلتريشن. بص ده النون اميونو سبريس بيبقى انفلتريشن وكافيتيشن موجود خلاص. ده ريستريكتد على الابر نوبل نورمال غالبا بيكون ده كل اللانج كيلز، وسبيشالي في الدايابيتيك بيشن بيبقى او الليمفوما بيبقى بيزن توبركلوزس اكتر من الايه؟ من الايدز. الميلر توبركلوزس مور كومن ان اميونو سبريس بيشن. طيب السبيوتوم ان الميكروبيولوجي دياجنوزس ان اميونو سبريس ذا سيم، بس ذا سبيوتوم ذا نيلسون از ليس
ازاي الدياجنوستيك سنسيتيفيتي بتاعته اقل من النورمال فيرسون. ليه؟ عشان ما فيش فيه ايه؟ كافيتي. كافيتي ده هو الهاردور بون باسيلاي انسايد اتس هيومن. و انما الكالشر بيبقى الاثنين زي واحد. الكالشر ريزلت فور الاثنين. هنا بقى في اليومنس افريز بما ان العيان هتنشر السسبرين يبقى احنا هندور على اليورين، هندور على البلاد، هندور على الفيوجن، اس اس اف، كل الحاجات الاكسترا سراسل ممكن اخدها كسامبل انستيد اوف اور ان اديشن تو سبيوتو. لايف اور فيديو عملناه ده ممكن بما ان العيان فيه هاي بكتيريال لود يبقى الاكسبريشن اوف لايف اور فيديو من اني يورين هيبقى مور افيدنت، فبالتالي هاخده ك شيب ايجنت فور او شيب تيست فور دياجنوزيس اوف توبركلوزيس. توبركلين تيست احنا بنعتمد فيه على التاب اوف بارت والابرة، دول مور سنسيتيف ان اميون سبريس بيشنت. للاسف التوبركلين تيست بتبقى قليل، انما الابرة مور سنسيتيف. هذا ال 5 ملم ان دايمتر في التوبركليشن في السسبكتد اميون سبريشن. الكواليتي فروم من النوعين بتوعه مور سنسيتيف. في بقى عندنا ايه سبوت، ايه سبوت ده بقى ايه سبوت ده بما ان التي بي باسيلاي دخلت في حته في اللنج ودخلت لها التي لوفوسايت حواليها ما حصلش كافيتيشن، انما التي لوفوسايت ديت انا ممكن اعمل لافاج واعمل ايه سبوت على اللافاج، وده مور سنسيتيف عن الايه؟ عن الكوانتي فروم بول بتاع البلاد. اكسترا بالونر توبركلوز هنحسبها للدكتور امل. اكسترا بالونر توبركلوز يعني هي ايه؟ في العينين الامونو سبريست مور سنس انفكشن وتبقى في الديستينال زي ما انتم شايفين، والدياجنوستيك كيرف بتاعها بيبقى نيجل اسبيريشن بالبروكوسكوب او ستراتوسكوب او ديستراتوسكوب في بعض الحالات، انما غالبا بيبقى اليد بتاعتها لو انا عملت تي بي ان اي وعملت لافاش بيبقى الدياجنوستيك كيرف بتاعها كويس جدا. ليف نود بتبقى انترا ثراسك او اكسترا ثراسك. التي بي بلوريسي مور فريكوينت وفي المانيا بيمثل حوالي 20% من حالات الايه؟ اكسترا بلوريسي تبركلوزس. ويبقى اشمعنى المانيا؟ اشمعنى المانيا؟ عندها احصائيات مظبوطه وبلد بيرفكت في كل حاجه. وسيبك من الهمبقه بتاع العالم كله، لا هي بتعمل شغل مظبوط وماشيه حالها. خلاص؟ لا ده السيارات. الدياجنوستيك هي التي بي جلوريا ديفيوجن في الاميونو سبريس بتبقى حوالي في المية بستراكوسكوب بيوسي، بتبقى حوالي تقريبا 100%. ما ننساش ناخد الفلويد فور زينزن تي بي كالشر جينكس باك وناخد البيوسي، بيبقى الدياجنوستيك هي اللي فيها تقريبا حوالي 100% من اللي التريتمنت ذا سيم از ذا نان اتش اي في او نان سبريس، ولكن ناخد بالنا من الدراج، من الدراج انتر اكشن الانتي ريترو فايرال دراجز مع الانتي توركس دراجز كان افيد كان ليد تو ان سيفير دراج انتر اكشن. هنعرفه في الحاله ديت في اربع سلايدز. ده الراجل ده كان 24 سنه وعامل كده ترانسبلانتيشن من اربع سنين وكان ماشي على التاكروليماس والمايكروفينوليت، هما طلبونا رحت له هناك شفته في العنايه، اتولد في ابر بوك كونسوليديشن، ماشيينهم على الانتي بايوتيك اللي هو طبعا كده ترانسبلانتيشن اربع سنين وما بيسيبوش العيان بتاعهم، بيقعدوا ايه يعملوا له فولو اب واي مشاكل حتى لو ما خدش كدني فهو برضه بتابعهم ودخلوا له العنايه وقعد ياخد اي انتي بايوتيك. رحت لقيته جاب 15 نوع انتي بايوتيكس، كل الانتي بايوتيكس اللي تخطر على بالك الراجل دخل خلاص. طيب السي تي بتاعه كان ريد ابر بوك كونسوليديشن ويز كابيتيشن. ده عملت جبته وعملت له منظار، ده منظر المنظار ريد ابر بوك ديتول اهي شايفينها فين محمد البوركر. ده الديتول اول في بدايه الريد ابر بوك، بدايه الريد ابر بوك ده تقريبا ان الديتول ده اهو مطلب النجوم زي هي موجوده، فاحنا خدنا منها كرايو، خدنا كرايو بيوبسي
قطع كرايو بايوبسي، وديت بعد ما شلنا البتاع التيومر بالايه؟ بالالكترو. خلاص؟ دي شلنا منه بالكرايو والالكترو لغايه ما في 3 سيجمنتس بتوع الابر روم فتحهم زي ما انتم شايفين كده. وديت بعديها وديت الاردن، الاردن موجوده اهو، احنا بنشتغل بالاردن. وديت النمطه زياده الجرانيولوما اللي طلعت منه، ده الاكشوال باثولوجي من الراجل ده. خلاص هو ديت الباثولوجي بتاعه. وديت الكالستريشن في الراجل ده ان عنده فيري هاي نمبر اوف تي بي باس لاين في الفيلد الواحد. يعني الراجل اللي بتاع الميكروبيولوجي بيقول لي عمري ما شفت عيان في عدد من الباس لاين زي الراجل ده. ها؟ السلايد تقريبا مردومه. مردومه تي بي باس لاين ده اللون الاحمر. ماشي؟ وديت ارجون بلازم بوبليشن فور اندو برونكال جرانيولوما. والكونكلوجن بقى مفيش حاجه اقولها ازيد من اللي انا قلته ويصدق.